استكمالاً لسلسلة المشاورات التي انطلق فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب السياسية، يواصل الوافد الجديد على الوزارة الأولى أيمن بن عبد الرحمن المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني. مريم والي. عقب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على رأس الوزارة الأولى، إجماع على أن أيمن بن عبد الرحمن هو رجل المرحلة، تكنوقراطي يعول عليه كثيرا في اختيار أعضاء حكومة قادرين على إدارة الملفات الشائكة والخروج من عنق الأزمة في تطبيقهم لبرنامج الرئيس. هذا الرجل لم يكن اعتباطيا، باعتبار أننا نمر في أزمة مالية خانقة، أزمة اقتصادية، ظروف اجتماعية صعبة. هذا ما ينبغي أن يكون هناك رجل، ينبغي أن تشبع، أن يكون تشبع بمعطيات مالية كبيرة على الأعضاء الجزائرية. إذا أعتقد أن الوافد الجديد على الوزارة الأولى مطالب باستكمال المشاورات التي انطلق فيها رئيس الجمهورية مع قادة الأحزاب السياسية. المشاورات ستتواصل هذه المرة بإشراك ممثلي المجتمع المدني، والرهانات كبيرة أمام الجميع لتشكيل حكومة الكفاءات. بما أن ما فيش أغلبية برلمانية، فالرئيس الآن أو وزير الأول له كل الحرية في اختيار من الوزراء من يمثل أو الذي يريد أو يخدم مشروع الرئيس أو تعهدات 54. يعني الآن لأن ما فيش أغلبية برلمانية، الآن أمام هذا التوجه أكيد الحكومة ستكون هناك من التكنوقراط وهناك من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ولكن أهم من كل هذا أن تكون هذه حكومة قوية. الحكومة قوية حكومة وحدة وطنية، لأنك الآن هذه الأزمة تعصف بالجزائر هي أزمة صعبة وقوية جدا، تحديات كبيرة جدا. محللون سياسيون بالجزائر يرون أن الرهان الاقتصادي يأتي في طليعة اهتمامات الحكومة الجديدة أمام الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، فهل بإمكان الأحزاب تقديم كفاءات أم أنه سيتم التخلي عن إطاراتها؟